وللحديث حول استضافة مملكة البحرين للقمة العربية ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض السيد عبد الله القحطاني كاتب ومحلل سياسي. أهلا بك معنا في نشرة الأخبار. وبداية، قمة البحرين يعول عليها الجميع في الخروج بنتائج إيجابية، فكيف تقرأ هذا الترقب العربي لهذه القمة الاستثنائية؟ أهلا وسهلا، حياكم الله والتحية لكم في البحرين، قيادة البحرين الكريمة وشعبها الكريم المضياف، ونهنئكم مقدما على استضافة هذه القمة العربية المهمة التي تأتي في مرحلة مفصلية من التاريخ العربي. ولا شك أننا جميعا كعرب على مستوى المواطنين وعلى مستوى المؤسسات الرسمية وكذلك العالم يركز في هذه الساعات القادمة والحالية على المنامة على البحرين. نعم. هذه القمة العربية التي تناقش أصعب مراحل العرب زمنيا ومكانيا وأحداثا، وهذا حقيقة. يعني البحرين دولة قادرة بسياستها الثابتة وبمكانتها العربية على أن تعبر بهذه القمة إلى بر الأمان وأن تكون مخرجاتها على مستوى التحديات. البحرين يعني محبوبة لدى العرب جميعا، دولة على مسافة واحدة من الجميع، دولة مملكة مستقرة وعلاقاتها جيدة بالجميع، وعلاقاتها بالمجتمع الدولي أيضا ممتازة. نعم. وأيضا موقفها من جميع القضايا العربية إيجابية، وبالتالي هذا له دور جيد في إنجاح مخرجات هذه القمة. وما يدل على هذا هو لقاء وزراء الخارجية وكلماتهم وتوافقهم على أغلب النقاط، أو ذكروا أغلب النقاط التي سيتم نقاشها على المستوى العربي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى عدة مستويات أخرى. نعم، بالحديث عن ذلك، كيف تصف دور مملكة البحرين في تعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المجالات؟ أي مرة أخرى، مملكة البحرين دولة إيجابية بقيادتها وبشعبها وبتاريخها وبمواقفها من جميع القضايا. مملكة البحرين دائما تسعى إلى أن يكون العمل العربي توافقي إيجابي واضح، ويسعى إلى الأمن والاستقرار. البحرين قادرة على أن تقوم بهذا الدور وأن تلعب هذا الدور، مسنودة بأشقائها في مجلس التعاون الخليجي وفي المنظومة العربية وبمكانتها الدولية. البحرين قادرة على أن تكون هذه القمة مميزة، وأن يكون فيها حقيقة يعني ملمح وشيء ملموس من الأخوة العربية في هذه الدولة التي كما ذكرت قبل قليل يعني علاقتها جيدة بالجميع وتحترم الجميع، وقيادتها حقيقة يعني واعية ولديها كم هائل جدا ورصيد معرفي في إدارة العمل العربي، سواء على مستوى القمم أو على مستوى العلاقات الثنائية أو على مستوى التعاطي مع قضايا الدول العربية المختلفة. البحرين مكانا وتأثيرا، وفي هذه المرحلة يعني في خلال هذه القمة تبين لنا مدى أهمية دول مجلس التعاون الخليجي، ومدى أهمية هذا المكان العربي، ومدى إخلاص هذا الإنسان الخليجي على مستوى الشعوب وعلى مستوى القيادات مع الدول العربية. والبحرين في هذه اللحظات تمثلنا، شعوب مجلس التعاون الخليجي ودوله تمثلنا في هذه القمة، تقودنا في هذه القمة إلى عمل جيد وإلى عمل إيجابي، تمثلنا بما تفعل من إدارة ناجحة وبعمل دؤوب وبإخلاص شديد وبجمع الأشقاء على يعني في قاعة واحدة لمناقشة قضايا مختلفة لا تخفى عليكم، منها غزة وما يجري فيها، وأعتقد أنها هي المحور الرئيس في هذه القمة. ومن ثم أن المنامة في هذه القمة سيخرج عنها نداء أو مناشدة أو طلب أو حتى يعني نية إلى توجه عمل عربي لطلب مؤتمر دولي يسعى إلى أن يكون لهذا المجتمع حقيقة موقف واضح من الدولتين في فلسطين، دولة إسرائيلية ودولة عربية، لأن الاحتلال طال، ولأن المعاناة طالت، ولأن العرب سئموا هذا التعامل الدولي مع قضية فلسطين. المنامة ستكون منطلق لعمل عربي على المستوى السياسي فيما يخص القضية الفلسطينية والأمن العربي القومي بشكل عام في إفريقيا وفي آسيا، وأيضا لن تغفل القضايا العربية الداخلية والتعاون العربي اقتصاديا، إعلاميا، ثقافيا، معرفيا، سياسيا، اجتماعيا،
من جميع النواحي ستناقش قمة البحرين. نعم، من الرياض السيد عبد الله القحطاني المحلل السياسي والعسكري، شكرا جزيلا لك.